على اخوي. أصف على بني شيخ مسكين بالطيران مروح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مدينة تلبيسي، المروحيات الحربية تشارك في اقتحام على جبهات مدينة تلبيسي. الله أكبر. 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 المروحيات الحربية تشارك في العمليات التابعة للنظام على مدينة تلبيسي وجبهات مدينة تلبيسي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بلدة الغنطة غارة من الطيران. الإجرام الروسي على بلدة الغنطة حمص الريف الشمالي. الله أكبر. الله أكبر. زيلو ديروا بالكم الطيران السفونة. ها ذيك البقرة بالمقر في صوت؟ ما بعرف وين في صوت؟ يا شباب في حدا هون؟ مربوطة مربوطة والله انا كنت تلبيسي انا كنت تلبيسي يا الله بدي اقطع الجنزير هاي لو في حد هون يا الله جوا بهالدور مرارة حربية على أحياء مدينة تلبيسي تعمل يوم في بهالدور الله أكبر. قرية إرمالي الله أكبر. البرميل الثالث الذي يستهدف القرية تاريخ 21/10/15. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. الله أكبر. قرية إرمالي الله أكبر. قصف البراميل متفجرة من قوة طيران مروحي.
حسبنا الله ونعم الوكيل. حبيبي شنو هذا جو يعني مثل الدوم؟ الله اكبر عليك يا بشو. يلا والله شوف التطبيق الآية ليكم كيف أبو أحمد هذاك هو عبد الله حل إن الذين كفروا ينفقوا الله أكبر 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 طيران الاحتلال الروسي طيران الاحتلال الروسي في اجواء جبل الزاوية.
شرورنا هلا شرورين خالص. شوف هذا اعطيني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله مسدد رامي يا رب. اشتباكات على جبهة سنسل في ريف حمص الشمالي. مرد بأهل غطى يا الله يرحم ونط اللي حمله صاب هاي بالشباك. معارك شرسة بين أقوال جيش الحر وقوات الأسد على جبهة سنسل بريف حمص الشمالي. عرب شوارع مسافة 10 متر فقط بين الجيش وبين كتاب الكفار. الله أكبر الله أكبر استدامة الأربعة الله أكبر. الله اكبر معك الشيخ علي معك الشيخ علي وينك بس اجيب التلسكوب لك يا ما توصل يا حسن ها يا وين جيش ايش عصان وين جيش يا ابوالهم 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 احكي معي طيب باك ابو سيد احكي معي شباب فوقنا نادم تنفس يا محمد هو شغل الرول قدام محمد لا لا بعيد عننا بعيد
طالع على الجبل يا سيدي هدي نفذ. الطيران حديث. ايه الله اكبر، هاي الطيران روسي. خلينا نسعى فيه الطيارة، خلينا نرجع بالاتجاه الصحيح. الله اكبر، انا عارفان بده يضربون بيطلع تقنينا. الله اكبر. تفجر على بلدة تيرمالا 19/10. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لزيت الله، الطيران المروحي يقوم بإلقاء البراميل المتفجرة على بلدة تيرمالا الان. الجبهات في ريف حمص الشمالي لرص هذا الطيران كما ترون، وهذه رشاشات الجيش الحر تقوم بالتصدي له. السادسة على أهالي بلدة تير معلى. الله أكبر والعزة لله. فيلق الشام تصدي لطيران الحربي. الله أكبر والعزة لله. فيلق الشام الله أكبر يقوم بتصدي للطيران الروسي. الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. فيلق الشام يقوم بتصدي للطيران الحربي في مدينة خان شيخون.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر علينا. لك شبر. الله أكبر. الله أكبر. استهداف مدنيين بصواريخ، يقومون أهالي تدمير على المدنيين والأطفال تحت الأنقاض. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر. 23/10/2015. الله أكبر. طيران حربي يقوم ب... الله أكبر. الحرب نفذ عنقاوي انتبه عنقاوي انتبه. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. فردا وسلاما. فردا وسلاما يا الله. امين 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 يا رب. يا شباب يا احمد يجوز يا شباب خلوص. طلعت يا طلعت طلعت اقتلعت الحرب الرابع. الحرب الرابع بالتنفيذ. الحرب الرابع بالتنفيذ. هنقاوم انتبه مكان التنفيذ. انتبه يا شباب. اقتلعت الحرب فوق الهنقاوم باتجاه الشمال. فوق الهنقاوم باتجاه الشمال مكان التنفيذ. الله اكبر. الله اكبر. غارة ثانية على ريف حلب الجنوبي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. طيران روسي على ريف حلب الجنوبي. طيران مكثف. الله أكبر. الله أكبر. قصف على الريف الجنوبي بالطيران الروسي. 6 طائرات في الجو. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. استهداف الطيران الحرب الروسي لريف حلب الجنوبي. استهداف الطيران الروسي لريف حلب الجنوبي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أربع طائرات مشاهدة في ريف حلب الجنوبي، طيران روسي تنفس عدة غارات على ريف حلب الجنوبي. الله أكبر. الله أكبر. كيف الوضع؟ كيف الوضع عندكم يا طاهر؟ نفذ 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 عضيها. الله أكبر. 23/10 قصف على قرية تير معلب بالطيران المروحي. زاوية الصومعة من المغرب لك وين أولو؟ الحرب نفذ يا تلواصل، الحرب نفذ. اللهم اجعل بردا وسلاما، بردا وسلاما يا الله. الله اكبر. الله اكبر. أربعة. الله أكبر. تحليق طيران الاحتلال الروسي في هجوم قوى جبهة الزاوية. أطلع الحرب الروسية فيها أجواء قرى جبل الزاوية.
تطبيق الطائرات الحربية الروسية في سماء. الطيران الحربي الروسي يقصف مدينة كفر زيتها بريف حماة. قصف بالطيران الحربي الروسي على مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. قصف بالطيران الحربي الروسي على مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي. الطيران الحربي الروسي يقصف مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 26/10/2015. ولا يزال الطيران الحربي الروسي في الأجواء. قصف بالطيران الحربي الروسي على مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي. ولا يزال الطيران الحربي الروسي في الأجواء. ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء. قصف بالطيران الحربي على مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 26/10/2015. ولا يزال الحربي في الأجواء. درعا مدينة الحارة 26/10/2015. الطيران الحربي الروسي يستهدف تل الحارة بالغارات.
بلال 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 ابو وائل. اشتباكات على جبهة السنسلة في ريف حمص الشمالي. مورد بأهل. غطى يا الله يرحم النط اللي حمله. صاب هاي. بالشباك. معارك شرسة بين أقوال جيش الحرب وقوات الأسد على جبهة سنيس البريف حمص الشمالي. عرب شوارع مسافة 10 أمتار فقط بين الجيش وبين كتاب الكفار. الله أكبر. الله أكبر. استهداف على أربعة. الله أكبر. الله اكبر. معك الشيخ علي. معك الشيخ علي. وينك؟ بس اجيب التلسكوب لك. يا ما توصل يا ابو حسن. ها؟ يا وين الجيش؟ ليش عرفان وين الجيش؟ يا ابو ادم ابو ادم ابو ادم احكي معي. طيب باك ابو سيد احكي معي. شباب فوقنا نادي. تنفس يا محمد. هو شغل الرول عدا يا محمد. لا لا. بعيد عننا بعيد. طالع على الجبل يا سيدي. هذه نفذ الطيران حديث. ايه الله اكبر. هاي الطيران الروسي. خلينا نسعى في الطيارة. خلينا نرجع بالاتجاه الصحيح. الله اكبر. انا عارفان ده يضربون دي. طلع تخلينا. الله اكبر. تفجر على بلدة تيرمالا 19/10. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بزة الله. الطيران المروحي يقوم بإلقاء البراميل المتفجرة على بلدة تيرمالا الآن. الجبهات في ريف حمص الشمالي لا رصد الطيران كما ترون. وهذه رشاشات الجيش الحر تقوم بالتصدي له. Thank you.
حادثة على أهالي بلدة دير معلى. الله أكبر والعزة لله. فيلا غشام تصدي للطيران الحربي. الله أكبر والعزة لله. فيلا غشام الله أكبر يقوم بتصدي للطيران الروسي. الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. فيلا غشام يقوم بتصدي للطيران الحربي في مدينة خان شيخون. حبيبي شنو هذا الجو يعني مثل الدوم. الله اكبر عليك يا ابو الشغل. شوفوا التطبيق الآية ليكم يا هوب أحمد هذاك هو عبد الله حل. إن الذين كفروا ينفقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر. طيران الاحتلال الروسي، طيران الاحتلال الروسي في اجواء جبل الزاوية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله مسدد درامي يا رب. قصف على بني شيخ مسكين بالطيران المروح. الله يا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مدينة تلبيسي، المروحيات الحربية تشارك في اقتحام على جبهات مدينة تلبيسي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المروحيات الحربية تشارك في العمليات تابع النظام على مدينة تلبيسي وجبهات مدينة تلبيسي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بلدة الغنطة غارة من الطيران، الإجرام الروسي على بلدة الغنطة حمص الريف الشمالي. الله أكبر الله أكبر. زيلو ديروا بالكم الطيران لسه فوقنا. ها ذيك البقرة بالمقر في صوت؟ وين في صوت؟ يا شباب في حدا هون؟ مربوطة مربوطة يا الله بدي اقطع الجنزير هاي. لو في حد هون يا الله جوا بهالدور. مرارة حربية على أحياء مدينة تلبيسي. تعملوا فيهم بهالدور. الله أكبر قرية إرمالي. الله أكبر. البرميل الثالث الذي يستهدف القرية تاريخ 21/10/15. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر الله أكبر قرية إرمالي. الله أكبر. قصف البراميل متفجرة من قوة طيران المروحي. حسبنا الله ونعم الوكيل.
أكبر الله أكبر الله أكبر علينا. لك شبه الله أكبر الله أكبر. استهداف مدينة بصواريخ بالطيران الحربي. يا عليك يا جيش حبوا الله حسبي الله ونعم الوكيل. كل وسط دم الهائر على المدينة. يا الله مدينة تلبيس استهداف مدنيين بصواريخ. يقومون أهالي تدمير على المدنيين والأطفال تحت الأنقاض. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر. 23/10/2015 الله أكبر. طيران حرب يقوم بي. الله أكبر. نفذ عن جاي الحرب نفذ عن جاي انتبه عن جاي انتبه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بردا وسلاما بردا وسلاما يا الله. امين 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 يا رب. يا سلام سلام من الحرب الثانيه قوي الطرحه انتبه يا شباب. يا احمد يقوس يا شباب خلوص. طلعت يا طلعت طلعت اقتلعت الحرب الرابع الحرب الرابع بالتنفيذ الحرب الرابع بالتنفيذ عن قوة انتبه مكان التنفيذ انتبه. اقتلعت يا اقتلعت الحرب فوق العنقاوي باتجاه الشمال فوق العنقاوي باتجاه الشمال مكان التنفيذ. الله اكبر الله اكبر. غارة ثانية على ريف حلب الجنوبي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طيران روسي على ريف حلب الجنوبي. طيران مكثف. الله أكبر الله أكبر. قصف على الريف الجنوبي بالطيران الروسي. 6 طائرات في الجو. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر
الله أكبر، استهداف الطيران الحرب الروسي لريف حلب الجنوبي. استهداف الطيران الروسي لريف حلب الجنوبي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أربع طائرات مشاهدة في ريف حلب الجنوبي، طيران روسي تنفذ عدة غارات على ريف حلب الجنوبي. الله أكبر، الله أكبر. كيف الوضع، كيف الوضع عندكم يا طائر؟ الله أكبر، الله أكبر. نفذ 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 صور عالضيحة عالضيحة. الله أكبر. 23/10 قصف على قرية تير معلب بالطيران المروحي. زاوية الصومة من المغرب لك وين أولو؟ الحرب نفذ يا تلواصل، الحرب نفذ. اللهم اجعل بردا وسلاما، بردا وسلاما يا الله. الله اكبر، الله اكبر. أربعة. الله أكبر. تحليق طائرات الاحتلال الروسي في هجوم على قرية الزاوية. أطلع الحرب الروسية في أجواء قرى جبل الزاوية. تحليق
تحليق الطائرات الحربية الروسية في سماء الطيران الحرب الروسي يقصف مدينة كفر زيتها بريف حماة. قصف بالطيران الحرب الروسي على مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. قصف بالطيران الحرب الروسي على مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي. الطيران الحرب الروسي يقصف مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 26/10/2015. ولا يزال الطيران الحرب الروسي في الأجواء. قصف بالطيران الحرب الروسي على مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي. ولا يزال الطيران الحرب الروسي في الأجواء. ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء. قاصف بالطيران الحربي.